مشاهدينا برحب فيكم بحلقة جديدة من نبض بيروت اليوم الأربعاء 17 كانون الثاني 2024. عناوين عدة رح نتناولها بهيدي الحلقة، طبعا الحرب على غزة والتطورات التي تدور طبعا بفلك هذه الحرب، التطورات على المستوى الميداني إن كان الضربات الإيرانية وغيرها وجبهة اليمن وغيرها من العناوين، مع ضيفينا الدكتور الباحث والكاتب السياسي. أهلا وسهلا فيك الدكتور وسام ياسين، والأستاذ حسين شعيطو الصحافي والزميل رئيس تحرير وكالة نيوز لبنان الإخبارية. أهلا وسهلا فيكم. إذا خلينا نبدأ مع الدكتور، أول مرة مستضيفك ببرنامج نبض بيروت، أهلا وسهلا فيك. بموضوع الاستهدافات اللي قامت فيهم طهران بما يخص بداية بالعراق في أربيل موقع الموساد، وما قيل حوله أيضا وحيثيات هذا الموقع، ومن ثم باكستان وسوريا. الكل يقول ويجمع بأنه هذه رسائل بالنار تحديدا إلى واشنطن، كيف تفسر ذلك؟ بداية مشكورة على الاستضافة وتحية لضيفي كل مشاهدينكم الكرام. يعني إيران عم تثبت أنه هي دولة ما بتقبل أنه يتم التعدي عليها أو على مواطنيها دون رد. هلأ منجي لنوصل للرد، الرد هون نقدر نقرأ من زاويتين. الزاوية الأولى أنه هو واضح أنه رد على اللي صار بكرمان من بعد تشخيص الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع، وبأي دول كانت موجودة ما عندها مشكلة إيران كانت أنها ترد مثل ما صار فعليا. يعني النقطة الثانية اللي بنقدر نقراها هيك فيما يخص المنطقة هون، يعني لاسيما الجبهة عنا، بنقدر نقاربها من زاوية أنه إيران ضربت صواريخ بالستية بعيدة المدى فوق 1000 كيلومتر وجابت أهداف دقيقة، فبيقدر الإسرائيلي يفهم باعتبار أنه هو بيعتبر أنه جزء كبير مما لدى إيران من تطور وتكنولوجيا ودقة بالإصابة وذكاء بنوعية الأسلحة، اللي يعني يقرأ المشهد أنه إيران من أكثر بأكثر من 1000 كيلومتر جابت هدف هالقد دقيق، وهو عم بيعلي السقف مع لبنان وعم بيعلي اللهجة والخطاب بالحد الأدنى بالخطاب ليستثمر بالسياسة كمرحلة أولى، أو في حال كان بده يتهور ويروح لمرحلة تانية اللي هي بالنار، أنه لاحظ نوعية هالصواريخ إذا كانت بهالمدايات بتجيب هالقد دقة بالمدى الأقصر اللي عندك أنت بالتواجد والانتشار الموجود لحزب الله على حدودك، اللي عم تقول أنه بدك توسع النار باتجاهه، شو ممكن يصير فيك؟ أنا برأيي هاي الزاوية هي اللي أكثر حساسية وأكثر دقة بالمشهد اللي صار، لأنه طبيعي يعني بموضوع العراق الكل صار عارف أنه المنطقة صارت ساحة مفتوحة بالنار للضربات والضربات المقابلة بغض النظر عن الحدود. يعني وفي متحدث باسم الحرس بعتقد قبل ما فوت أو باسم وزارة الدفاع الإيرانية كان عم بيقول أنه إيران لم تتساهل بضرب أهداف لجهات بتعبث بأمنها وسيادتها فعليا فوق كل اعتبار. أما بالنسبة لأنه هي على أراضي الغير، فهو قال بنفس الوقت أنه نحن أعطينا معلومات لبعض الدول اللي موجودة حوالينا عن عبث بأمن إيران أو محاولة لتخريب بأمن إيران من جهات موجودة على هاي الأراضي. طيب بالمرحلة الأولى وقت اللي بتتقدم هاي المعلومات وما بيتم التعاطي مع هاي الجهات، طبيعي دولة محترمة حالها محترمة شعبها أرواح شعبها تعني ما تعني بالنسبة لها، لا سيما بالمناسبة اللي تم فيها عملية التفجير بكرمان اللي هي ذكرى السنوية للشهيد قاسم سليماني. فإيران عم تقول له نحن ما بنساوم بهذا الموضوع. طيب بهذا الموضوع أستاذ حسين شعيتو، يعني قيل كمان الكثير له تداعيات هذا الاستهداف في أرض العراق في أربيل، أنه خرق للسيادة والحكومة العراقية احتجت وأدانت هذا الاستهداف. يعني ما كانت بتعرف إيران أنه هذا خرق للسيادة، لماذا يكون الرد على أرض يعني حكومة هذه الدولة لا تقبل بهذا النوع من الرد؟ بداية تحياتي لك وللدكتور وللمشاهدين الكرام.
هلأ مفهوم السيادة والاعتراض يلي عم بيصير، أو الأصوات يلي عم تقول إنه والله إيران ضربت على غير الأراضي المحتلة أو على غير مراكز الدول. هلأ بدنا نفهم بس هون شو تعريف السيادة، حتى قيل إنه مش قيادة للموساد، يعني هم مدنيين. لا هيدي سقطت من امبارح، يعني حتى الوسائل الإعلام بعد في وسائل إعلام عم في تروج. وسائل إعلام، هيدي وسائل إعلام عم تروج، يعني هي ذاتها وسائل إعلام يلي عم تقول السيادة العراقية بخطر. هي ذاتها يلي عم تقول السيادة العراقية بخطر، بعد عم تروج إنه هو بيت مدني، ولكن كل المؤشرات وكل الاستخبارات وحتى في الأكسس الأمريكية نشرت إنه فعلا في حتى ضحايا من الموساد الإسرائيلي بالتحقيق يلي نشرته صباح اليوم. هيدي من جهة، من جهة تانية هلأ السيادة هل هي بتكون على القطعة؟ يعني مركز موساد واستخبارات بيتجسس على المنطقة كلها وبدر ويعبث بأمن المنطقة، هيدا منو شايفينه اعتداء على السيادة العراقية؟ هو موجود عندهم على الأراضي. يعني مش هل الأمريكاني يعني بحسب المعلومات ما بعرف مدى جديتها وصحتها انه بطلب يعني من هل الأمريكاني أيضا طيب هل الأمريكاني أيضا هو والله براعي السيادة العراقية لما عم يستهدفوا هيدي المناطق وهيدي البلاد وهيدي المقاومات؟ نعم. من هيدي المنطقة أو من مختلف المناطق، حق شرعي أنا شيء عم يأذيني أني رد عليه بالمكان والزمان المناسبين. نعم. وخصوصا بعد ما أكون محذر الدولة المعنية أو الحكومة المعنية أكثر من مرة بأنه يا جماعة في عندكم على الأراضي خروقات أمنية، هاي الخروقات الأمنية عم تعبث بأمننا. نعم. عم تنطلق مصادر التجسس ومصادر المعلومات من هيدي المناطق يلي هي موجودة وبمعلومات دقيقة وبدراسات دقيقة عم تتقدم لهيدي الحكومات المعنية. طيب بعطيكي مثل بسيط على اللي صار. الأكراد اللي موجودين بأربيل، طيب مع انطلاق داعش كانوا ضد أي حركة مقاومة حتى بتنطلق من أراضيهم لمقاتل داعش أو لغيره، بمعنى أنه النائب النفس. طيب الله يرحم الحاج قاسم سليماني اللي صار تفجير اللي هلأ صار الرد عليه بذكرى، طيب ما هو رجع انبعث وراه من أربيل من الحكومة اللي موجودة بساعتها وتحديدا من الأكراد لما صار التهديد الداعشي بالداخل، وأنه دخيلك شوف شو بدنا نعمل، وهي مثبتة وموجودة باللقاء الشهير وبالزيارة الشهيرة اللي عملها الحاج قاسم لأربيل. يعني بس وصل الضرر استنجدوا، اليوم الضرر لما عم يلحق فينا أو عم يلحق بأهم ناس أو بأهم جبهة ومحور بمس بالعدو الإسرائيلي، لا طبعا بدي رد. يعني منه هو اختراق للسيادة قد ما هو انه انتم ما عم تتعاملوا على اراضيكم مع هذا الخطر. يعني قبل بمره داعش بقيتوا مش مستشعرين خطرها لاخر لحظه لحتى صارت في عمليات بقلب اربيل، استنجدتوا بالجهه يلي كنتوا من الاساس منعينا انه يكون في الى اي تواصل عندكم. نعم. واجت هيدي الجهه ووقفت وحمت وقاتلت بوقتها وقضت على هذا المشروع. اليوم عم تقلي انه انا عم بستهدف سياده لدوله بوجه مين؟ بوجه العدو الاسرائيلي. ليش العدو الإسرائيلي؟ شو دوره الإيجابي بالمنطقة؟ أو شو ضربه الموساد؟ شو شغلته بالعراق بأربيل العراق؟ شو دوره بالمنطقة لما تعملوا له حاضنات؟ يعني حتى القوات الأمريكية، القوات الأمريكية بما تنهب وبما تسرق من خيرات العراق وبما تتحكم بالسياسة وتتحكم بمصير العراق، هيدا مش اختراق للسيادة؟ ليش مين قال إنه الشعب العراقي بيقبل أو راضي بهيدا الشيء؟ واضح انه في جماعة معينة انه غير الحشد الشعبي في العراق هي تريد هذه العلاقة مع الاسرائيلي. يعني وهذا بالضبط هذا اللي نحن عم نقوله. المستغرب اليوم، هل مستغرب او غير مستغرب اليوم موقف الحكومة العراقية؟ يعني بدل ما الدين وجود هذا هكذا نوع من القيادات، قيادة للعدو الاسرائيلي بي على اراضيها تدين. يعني هو الأولى مثل ما تفضلتي، ما الأولى أساسا هلأ الوجود الأمريكي بالعراق فعليا غير شرعي. نعم. الأولى أنه واللي عم بيساهم بإشعال المنطقة هلأ وعم يدعم العدو الإسرائيلي ضد الفلسطينيين هن الأمريكان. بالمقابل الضربات توجهت لجهة على علاقة مع لجهة مسؤولة بشكل مباشر عن اللي عم بيصير بغزة، وحليفة للأمريكي اللي موجود عنوة على الأراضي العراقية. يعني المشهد كله مقلوب.
فاذا الاولى اكيد، وهذا مش هذا لا يعني انه الحكومه العراقيه مش عم تحاول تشتغل بهذا الاتجاه، بس اكيد الانتهاك اللي الامريكي للعراق بيغطي على اي ضربه ممكن تتوجه لمقر له علاقه بالموساد او بجهات تعبث بامن مثل دوله مثل ايران، ايران يلي هي فعليا على علاقه كثير مهمه وكثير منيحه مع الشعب العراقي، مع الشعب العراقي ومع الدوله العراقيه. يعني وقت اللي داعش نزلت من الموصل العراقيين ما لقوا غير الحج قاسم سليماني وغير ايران حدهم والجهات اللي ساعدتهم من باقي المحور، والكل بيعرف هذا الموضوع. بس هون في شقين، يعني كمان في خرق للسياده او لا، يعني مش اي دوله بتقبل اليوم. هلا هون في نقاش، لو من حتى بلد شقيق او صديق في حدا بيطرحها بطريقه مختلفه، انه وقت اللي ببعث لك خبر انه في حدا من عندك يعبث بامنه هو على اراضيك وما بتعمل معه شيء، بتكون انت فعليا بالحد الأدنى مشارك ولو بطريقة غير مباشرة. نعم. أنه يتم العبث بأمني ولو كان ما بدك. صح ولا لا؟ واضح بحسب. طيب وقت اللي بوجه لك، وقت اللي بعطيك معلومات وبقول لك هول عم بيعملوا مشاكل عندي بالبلد وعم بيروح شهداء، يعني فوق 100 شهيد راح بكرمان. طيب اخر شيء ما رح اوقف عم اتفرج، رح اضربهم. وقت اللي تيجي تقول لي انه عم تتعدى على الاراضي تبعي، رح اقول لك بكل بساطه ما بعثت لك، مثل ما طلع البيان الايراني اليوم، بعثت لك معلومات وانت ما تصرفت. خصوصا اربيل، يعني اربيل يعني اول اجراء انعمل هو مراعاه السياده. صح. واحترام الحكومه العراقيه. وقت اللي راح اعطوهم معلومات، وانتم بتعرفوا بالموضوع يعني الاستخباري، بالموضوع الاستخباري مش حيالله جهه بتروح بتعطي معلومات. أعطي مثل تاني، باكستان اللي هلأ عم تحتاج، ليش مين قتل أسامة بن لادن بباكستان؟ الباكستانية؟ ليش أمريكا بباكستان راحت أعطت معلومات لأجهزة الأمن الباكستاني وأجهزة الأمن الباكستاني نفذت اغتيال بن لادن؟ لا، فاتوا الأمريكان، فاتت الاستخبارات الأمريكية. طب وين السيادة بوقتها كان؟ في جهات ما بتقبل اصلا اذا عندها معلومه استخباريه بدها تنفذ بناء عليها ضربه لتحمي امنها القومي، ما بتقبل الا هي شخصيا تروح تعملها. طيب كيف انت يعني الايرانيه يعني بمنتهى الاخلاقيه وبمنتهى الشفافيه وبمنتهى التعاطي الرسمي اللي بيحترم السياده راحوا اعطوا معلومات انه يا جماعه هول جماعه عندكم يعبثونا بامننا. نعم. طيب وقت اللي ما بتتصرفوا انتو، يعني يا اما انتو قبلانين يا اما انتو مش قادرين تتصرفوا معاهم. كلنا بنعرف خصوصية اربيل والمشكلة القائمة ما بين، لحتى تكون الامور واضحة كمان، المشكلة القائمة ما بين الحكومة المركزية ومنطقة كردستان العراق. طيب اذا كنت انت، مش راح نقول اكيد الحكومة العراقية ما بتقبل شيء مس بالامن القومي الايراني، بس بالحد الأدنى إذا كانت الحكومة العراقية نتيجة ظروف حاكمتها مش قادرة تنفذ هذا الموضوع، يحق ساعتها للإيرانيين يروح يقصف. طيب مستوى هذه الضربة أستاذ حسين، يعني شفنا أو أنه بكلام مش كتير واضح أنه هي رد أولي على استشهاد أو استهداف راضي الموسوي وتفجيري كرمان، انه هذا هو الرد الاخير على هذين التفجيرين. هلا اولي ما بتعني انه كمان الأخير. كمان سؤال مرتبط انه لماذا بالتزامن كان في كمان استهداف لهدف من نوع اخر يلي هو تنظيمات ارهابيه بباكستان وبسوريا بنفس الوقت اللي كانت عم تصير فيه الضربه باربيل. نعم، اولا خليني بس اعطيكي شرح بسيط للعقليه الايرانيه بهيدي المواضيع او نعم. بالردود العسكريه المباشره. بالنسبة لإيران ما عندهم قيادة يرد على اغتياله بضربة أو بقتل صهيوني أو إسرائيلي أو اثنان أو ثلاثة أو أمريكي أو عشرة أو عشرين. هم بالعقلية الإيرانية عندهم كل قيادة بارز مثل الحاج قاسم أو السيد رضي أو غيره أو أي شهيد يتبع لهذا المحور وهذه المقاومة، لا يكون هناك أي شخص بالمحور الآخر إسرائيلي أو أمريكي أو غيره يساويه لحتى نرد على هيدا الرد هيك. الرد على هيدا القيادات بتوجيه ضربات بمراكمة نقاط بالمنطقة يلي تعبث بها أمريكا وإسرائيل، وصولا بمراكمة النقاط الانتصار ومراكمة مقاومة هيدا الاحتلال
عن طريق المقاومات كلها بالمنطقة، الرد على هيدي الاغتيالات من ايام الحج عماد وقبل الحج عماد لليوم للسيد راضي، يكون باخراج واضعاف النفوذ الامريكي الاسرائيلي بالمنطقة. وهذا يلي عم بيصير، وهذا يلي اذا الواحد بيستحضر الماضي والغطرسة الامريكية بالماضي القريب واليوم، بيشوف قد ايه هذا النفوذ عم يتضاءل، قد ايه عم تعاني السياسة الامريكية من فشل ذريع، لانه هي لدرجة انها منا قادرة تمون على شخص مجنون مثل نتنياهو عم يتحكم بمصير العالم. بتبعت له بلينكن بيظهر خالي الوفاض من عنده، وهلا رح نحكي بعد شوي بعتقد بالحلقة أكيد. هذا الضعف بالسياسة الامريكية بالمنطقة، وهذا الخوف والتردد الامريكي لانه يبلغ الحوثيين قبل ما يفوت يضربهم بانه نحن فايتين نضرب، ويطلع يصرح انه نحن هذا كان من هدف التحذير للقتل وضرب المواقع. هذا الامريكي اللي كان على كلمة او على موقف يشن غطرسة وعدوان ليكو وين صار من هي الردود. هيدي من ناحية الرد على السيد راضي او على اي شخصية. بدنا نحكي ليش المحور. باكستان، ليش سوريا، وليش مش قواعد امريكية؟ صحيح. لماذا تم تحييد الهدف الامريكي؟ ما في تحييد. لا ما في تحييد بالنسبة للامريكي. الامريكي بيعرف حق معرفة بانه اليد الطولة برصد وبمتابعة وبإعطاء الإحداثيات للمقاومة اليمنية بالبحر الأحمر هي إيرانية، وعلنا تعاون إيراني يمني. الرد على إسرائيل بالضربات يلي شنتها وبالتفجيرات يلي عملتها بكرمان، والخلايا الإرهابية يلي عم ترجع تتنشط، لأنه الأمريكاني من شهرين ثلاثة لورا نشط كتير بإعادة إحياء داعش، ونشط كتير بالتهديد بإعادة إحياء داعش. يعني هذه التنظيمات اللي استهدفتها طهران هي مرتبطة مباشرة طبعا بالأمريكي والإسرائيلي، لأنه حتى اليوم يعني جماعة قصد وجماعة العشائر العربية اللي موجودة بسوريا تحت النفوذ الأمريكي وبالتعاون مع الأمريكي، هي اليوم كمان بمرحلة اقتطال كبير، لأنه الأمريكي كمان عم يرجع يوجه لحتى يحيي هذا المشروع اللي اسمه داعش أو الخلية الإرهابية. فهذه كانت مزدوج الرسالة، أولا الرد على الغطرسة وعلى الدعم وعلى الضرب الإسرائيلي للسيادة وللانتهاك الإيراني، الانتهاك الحرمة والشعب الإيراني. اثنان، الأمريكي بيعرف منيح رسائله وين عم توصل، لهيك طلع قال نحن لما غرنا على اليمن هي كانت رسالة مزدوجة لليمنيين الحوثيين ولا إيران بالدرجة الأولى، وبنفس الوقت ضرب الخلايا أنه هذا المشروع نحن واعيين له ما حيرجع بعد ما هزمناه 12 سنة على أرض سوريا والعراق يرجع يعيش. هيدي بالنسبة لموضوع الردود كما يعني بقربنا من العقلية الإيرانية وبنقاشاتنا معهم تقريبا فينا نتصور الصورة هيك. نعم، هيدا بموضوع الرد الإيراني على الاستهدافات الإسرائيلية والأمريكية. رح نفوت بعد البريك الأول بهيدا الحلقة بجبهة اليمن، الدور اليمني، أيضا إذا بدنا نحكي بالدور العراقي وجبهة لبنان الجنوبية، وأكيد رح نحكي بالحرب على غزة وإلى أين مصير هيدا الحرب بعد هيدا الفاصل. مشاهدينا خليكم معنا. كملينا معكم مشاهدينا بنبض بيروت مع الباحث والكاتب السياسي الدكتور وسام ياسين. أهلا وسهلا فيك وسام. نصيف ياسين لأنه في تشابه بالأسماء، والصحافي الأستاذ حسين شعيتو. دكتور، بموضوع الدور اليمني، شفنا أنه بعد الضربات المتتالية اللي قامت فيها، ومثل ما تفضل حسين حكي عن أنه كان محدود هذا الرد الأمريكي والبريطاني على فتح جبهة اليمن، وتحديدا على تعطيل يعني الملاحة بخط بالبحر الأحمر المتجهة نحو الكيان الإسرائيلي. فشفنا أنه الدور اليمني عاد ونشط يعني بزيادة. ما الذي يردع اليوم اليمني، وما الذي يدفعه بهذه القوة بمواجهة هذه الغطرسة الأمريكية والأوروبية؟ ما الذي قد يردع اليمني هو شغلة واحدة، اليمني صرح فيها أنه توقف الحرب على غزة.
وهون أما من وين بيجيبوا قوتهم؟ مشكلة الأمريكي مع اليمني أنه اليمني عنده شرف وعنده شهامة وعنده احترام لكلمته وعنده قوة. اليمن تاريخيا بوقت اللي كانت السلطة العثمانية 400 سنة حاكمة المنطقة عنا هون، كان اسمه اليمن مقبرة الأناضول. كان العسكري العثماني اللي بيروح على اليمن رايح ما بيرجع، عشان كان اسمه مقبرة الأناضول. فيما بعد بفترة جمال عبد الناصر الكل بيعرفوا التدخل المصري باليمن، كذلك الأمر كان اليمن مقبرة، يعني بغض النظر عن بعض الملابسات بس بالنهاية ما قلع المشروع باليمن. لنوصل من وقت اللي سيد حسين الحوثي ونحن جايين 6 حروب أنصار الله ما حدا قدر يقضي عليهم، وبالتالي مشكلة الأمريكي مشكلة عويصة مع اليمني، هي مشكلة مبدئية، مشكلة إلى علاقة بالشرف والشهامة قبل ما يكون إلى علاقة بالقدرات. لا بالشرف والشهامة، لأنه اليمن اللي انعمل عليه تحالف دولي 8 سنين قصف وحصار ما أغلق باب المندب ليستثمروا لحاله ويفك الحصار عن حاله، بس كرمال فلسطين وكرمال غزة اليمنيين رغم الجوع ورغم الحصار أقفلوا باب المندب كرمال غزة وكرمال فلسطين. ها بالشق النظري خلينا نقول، بالشق العملي يعني عمليا قادر، واضح انه بالشق العملي انه قادر، والدليل انه راح اعطيكي شهاده للمدير التنفيذي لموانئ ايلات. قال من اليوم الاول اللي اخذوا فيه قرار انصار الله او اليمنيين اقفال باب المندب امام السفن اللي جايه على ايلات، نزلت حركه الملاحه 95%. بعدنا عم نحكي بأول يوم. هاي نقطة. النقطة الثانية أنه هني قادرين يسكروا باب المندب، والدليل أنه الأمريكي حاول أول شيء أنه يتأبى الصدام مع اليمنيين، حاول يهددهم ما مش الحال. يعني مثل كل حركات المقاومة بالمنطقة، مثل ما قال أنه عنا بجنوب لبنان أنه إذا بفوت حزب الله مدري شو بدنا نعمل، بدنا نفوت، حتى رفع مستوى فوتة حزب الله بالمعركة إلى مستواه هو مش إلى مستوى الإسرائيلي، باعتبار أنه الإسرائيلي غرق بغزة من وقت 7 أكتوبر. فالأمريكي يعتبر أنه إذا بفوت حزب الله بالمعركة نحن رح نفوت، وفات حزب الله وفتح معركة طويلة عريضة أكثر من 100 كيلومتر، عشرات القتلى، مئات أو فوق 1000 من الجرحى، عشرات الآليات، الكم الكبير من التجهيزات الإلكترونية اللي بتغطي للحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، مش بس لمناطق محلية. يعني وقت اللي بنحكي بقاعدة ميرون، وقت اللي بنحكي بقيادة المنطقة الشمالية، هي مسائل على درجة عالية من الحساسية. اليمني ما رد، كمل. اجى الأمريكي قبل ما يروح لخطوة انه يضرب اليمن هدد بتحالف دولي، بالوقت اللي اصلا التحالف الدولي فعليا عسكريا كان موجود على بالبحر الاحمر. يعني واحد بيقول بدي اعمل تحالف دولي ليحشد عسكريا ليروح يوجه ضربي، طب ما الحشود العسكريه موجوده سواء الامريكي او البريطاني او الفرنسي، كان بيسعى موجود بالحرب. يعني زياده هاي موضوع التحالف كان عم بيحاول يكسب وقت. ليه؟ لانه عم بيراهن كان انه يقدر نتنياهو ينجز موضوع غزه. بهذا الوقت هو بيكون عم بيقول عم نعمل تحالف ضد اليمن، في حال اليمن يوجه ضربه ما بينقال للامريكي ولو انت امريكا قوه عظمى مش قادر ترد اليمني، بيقول لهم لا نحن عم نعمل تحالف دولي ومنفرجيكم شو بدنا نعمل. فرط التحالف قبل ما يولد، بناء عليه احرج الامريكي فاخرج الى الضربات اللي وجهها لليمنيين. ثاني يوم اليمنيين دغري اطلقوا 18 مسيره وصاروخ باتجاه قطع بحريه امريكيه وبريطانيه. يعني كانت المساله بالاول اليمني يضمن امن الملاحه البحريه بالبحر الاحمر باستثناء السفن المتوجهه الى السواحل الاسرائيليه، الكيان الاسرائيلي توسع، لكن الوقت اللي الامريكي ارتكب هاي الحماقه فعليا صار في توتر امني، صارت حتى باقي السفن ما عادت تقدر تروح وتجي. يعني الأمريكي فعليا مس بحرية الملاحة بالبحر الأحمر وليس اليمني. يعني أعطى حجة اليوم لليمني يعني توسع الأهداف، إذا بدك صار عنده الهدف. واليمني اعتبر الرد تبعه رد أولي. الرد تبعه رد أولي، يعني هلأ مرشح بأي لحظة أنه اليمنيين يضربوا أي قطعة عسكرية أمريكية. وإن رد الأمريكي سيرد اليمن، اليمني ما عنده شيء يخسره. شو بده يهدده بحصار؟ هو محاصر. بده يهدده بالسلاح؟ ما هي عم ينضرب وما عنده مشكلة.
وعنده من الذخائر والأسلحة ما يطال بها ما يريد من القطاع البحرية الأمريكية. حسين، بتلاقي فعلا أنه فرط التحالف؟ لأنه شفنا وقت نفذوا هذه الهجمات اشتركت عدة دول، يعني ما بدنا نذكر حدا وننسى حدا، بس أنه كان في طبعا يعني، بس هذا التحالف يعني أصلا يعني فرط قبل ما يولد. شو ممكن يعمل اليوم اليمني؟ استكمالا لك اللي كان عم بيقوله الدكتور، اليمني اليوم نزل على اللائحة السوداء السفن البريطانية والأمريكية أيضا، من بعد ما كان بس الإسرائيلي هو الهدف. طيب بيطلع بيصرح البريطاني والأمريكي إنه هن كان مفروض يوجهوا رسالة بهيدي الضربات. بصحيفة هارتس في مقال بعدد امبارح لكاتبان إسرائيليين، اثنين كاتبينه سوا، عم بيناقشوا فيه حماقة الضربة الأمريكية، كيف قوت الحوثيين وكيف أعطتهم الحجة لاستهداف السفن الأمريكية والبريطانية، وكيف هذه الضربة أعطت حجة لإغلاق حركة الملاحة أمام البريطاني والأمريكي، والمفارقة أنهم كمان مستهزئين ببريطانيا العظمى يلي خبط سفينة وراء علم جزيرة مالطا، مع احترامنا لجميع الدول، يعني انه انت يا بريطانيا العظمى عم تمرقي سفينة عليها جد اليمني باستهداف يعني اليمني القوة العظمى صاروخ باليستي على سفينة امريكية بالبحر، امس محملة كونتينرات سموم ولإعادة لتصنيع السموم وكذا، وأحرقت بالكامل، وفي فيديوهات وفي صور نشرت، حاول يحجب بعضها الأمريكي ولكن ظهرت للإعلام، وبإمكان كل المشاهدين يروحوا يفتشوا عليها. طب رح يسكت الأمريكان على هذا؟ أكثر من هيك، الأمريكان اليوم مضيع جنديان ملتهي فيهم، مش فاضي يعرف الرد وين، عنده جنديان، الأمريكي مضيع جنديان له 48 ساعة. بتقول رواية واشنطن بوست انه جندي امريكي عم بيداهم سفينة على سواحل الصومال بقلبها صواريخ لليمن، وقع بالماي، وقع رفيقه وراه، شوفي منا فيلم، وضاعوا اثنان. هيدي بواشنطن بوست الرواية. لليوم المخاوف الامريكية انه تدفشن المياه او عند قراصنة الصومال هي مشكلة، او على السواحل اليمنية وهي مشكلة اكبر، انه اليمني توصل لعندهم المشكلة. طيب لحد ما بيطلع بيقول الأمريكي انه عنا أمل كبير نلاقيهم بقعر البحر مش على هالسواحل أو على هالسواحل. يا شرف له. ايه عرفتي لوان لوان ال 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 التهشيم بصورة هيدي الدولة يلي بتعتبر حالها انها متسيدة العالم عفوا، انه هي وصية على هذا الكوكب. لهون لما اليمني يكون عامل حالة هالرعب هاي، ولما اليمني يفرض على الامريكي انه يدق له يقول له نحن حنضرب، يعني نحن شو، نحن بدنا نكسب راينا العام شوي، نحن لازم نوجه لك رسائل، الله بعينك شيل كل شيء، اسئله اسلحه ثقيله وكذا وهيك، كرمال ما تحرجنا اكثر قدام الراي العام الدولي. طيب حنيجي نغير عليك، ومين؟ امريكا وبريطانيا. نعم امريكا وبريطانيا. دكتور، بس خلينا اسال الدكتور، يعني لاي مدى رح تسكت امريكا على هذا؟ بنعرف انه في خسائر اقتصاديه، وكمان في هيبه بتدق انه الولايات المتحده الامريكيه عم تهددها وتهدد امنها وتهدد اقتصادها اليمن اللي كان تحت سقط الحرب بسنوات طويله. رح جاوبك باللي قاله البيت الابيض اليوم، انه لا يزال امام الحوثيين، لا يزال امامهم خيار اخر، يعني انه يفكروا بالموضوع. ونحن لا نسعى للحرب. تخيل هذا شو يعني؟ نحن لا نسعى للحرب، يعني انه الامريكي خلص بلع الضربة ومش قادر يتعامل اكثر من المستوى اللي عم يتعامل فيه هلا. يعني مش رح تنزلق الامور لتوسع الحرب؟ لا اكيد لا. بالمدى المنظور بالمعطيات الموجودة مش مفترض انه تنزلق الامور، فضلا عن انه اذا بدنا نشوفها من زاوية هيك اشمل، امريكا بعد سنة 2000 أمريكا وإسرائيل بطلوا أمريكا وإسرائيل اللي كانوا قبل سنة 2000. حروب إسرائيل إذا بنجي بنشوفها بعد سنة 2000 كلها حروب خاسرة. بال2006 مع لبنان، بال2008 و2012 و2014 و2021 مع غزة، وهلأ بال2023
كوني مأكدة ما رح تخلص لصالح الإسرائيلي. هلأ عم نقرأ خبر يعني ما له زمان، بس الولايات المتحدة الأمريكية تعيد إدراج جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية. هذا جهد العاجز بيقولوا له، يعني يرجعوا يحطوهم على لوائح الإرهاب. الأمريكي وقت اللي بيصح له يضرب الطرف الآخر ما بيحطوه على لوائح الإرهاب، بيروح بيقتله. بس كنت عم أقول فكرة أنه بعد سنة 2000 كل الحروب الإسرائيلية خاسرة، وبعد سنة 2000 كل الحروب الأمريكية خاسرة. الأمريكي إذا بدنا نعتبر بال2001 وبال2003 حربوا بأفغانستان وحربوا بالعراق، شفنا المشهدين كيف كان خروجهم مذل، سواء من أفغانستان أو من العراق. زائد أنه كل اللي عم بيصير، نحن نأكد نحن كمان هون أنه كل اللي عم بيصير بهاي المنطقة من بعد سنة 2000 أساسه وقاعدته ومنطلقه هو انتصار الـ2000 اللي حققوه اللبنانيين مجتمعين. بس انتصر لبنان بال2000، أخذت غزة الخيار المسلح المدعوم من مقاومة بتساعدها، أخذت خيار المقاومة المسلحة بال2000 غزة، تحررت بال2005 خلال 5 سنين، صح؟ إجا الإسرائيلي بال2006 بده يردلنا بضربة مزدوجة كلبنانيين، تحريرنا بال2000 لأنه بيعتبر هو أذل بتحرير الـ2000، وخسارته بغزة تحرير غزة بال2005، راح لحرب الـ2006. بحرب الـ2006 خسر كمان، انكسر. وقت اللي إجا بده يستعيد هيبته وردعه ما عاد قادر يردها بلبنان، وين راح بده يردها بال2008 بغزة. ليه؟ لأنه غزة تحررت بال2005، وبال2007 وقت اللي صارت الانتخابات بغزة راحوا أهل غزة أعطوا خيارهم السياسي لحماس، من بعد ما كانت حماس محررتهم بالخيار العسكري. فعليا شو خسر الإسرائيلي بهي الضربة الثانية بغزة؟ خسر شريكه يلي هو السلطة الفلسطينية اللي معول عليه أنه هو. طبعا ما في شيء اسمه حل دولتين بالمناسبة، يعني كل الاتفاقات الاستسلامية ما بين السلطة وما بين الإسرائيلي ما في ولا ذكر لكلمة دولة فلسطينية، بيحكوا سلطة بيحكوا أي شيء تاني. فكانت ضربة مزدوجة بال2008 كمان خسر الإسرائيلي. فإذا من بعد سنة 2000 نحن صار لازم نغير نظرتنا كلبنانيين لكل المشهد الإسرائيلي اللي كنا نشوفه قبل سنة 2000 وهي قدامنا. نحن ما عم نجيب شيء من التاريخ، نحن عم نجيب شيء من الواقع. زائد أمريكا نفس القصة، أمريكا اللي كانت تجي بجيوشها تقدر تحتل أفغانستان وتقدر تحتل العراق، هلأ عندها أزمة مع أنصار الله ومع اليمنيين بشكل عام، أنه ما قادر تفتح الملاحة البحرية قدام السفن الإسرائيلية لأنه اليمنيين رافضين هذا الموضوع بالنار. اليمنيين اللي ظاهرين من حصار 8 سنين ومن حرب 8 سنين منهكة لإلهم، بعض الأمريكي هلأ مع هول ما قادر يعمل شيء. فأمريكا صار لازم نتأقلم نحن أنه أمريكا وإسرائيل ما عادوا أمريكا وإسرائيل اللي ممكن يفزعونا. إسرائيل بيوم من الأيام، كنا عم نحكي تحت الهوى، إسرائيل بيوم من الأيام يلي هي عدوة لكل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين ودروز وسنة وشيعة واللي بدك إياه. بسنة 1968 كلنا بنعرف العمل الفلسطيني المسلح شرع بلبنان بسنة 1969 بعد اتفاقية القاهرة. فإذا ما كان في عمل فلسطيني مسلح ولا كان في حزب الله بوقتها. بتتعرض طائرة إسرائيلية بمطار أثينا، كانت طائرة من تل أبيب على نيويورك لإطلاق نار. يقال أنه اللي أطلق النار فلسطيني. بيجي كوماندوس إسرائيلي على مطار بيروت بفخخ وبفجر الأسطول المدني اللبناني اللي للميدل إيست 13 طيارة، وبيقعد ساعات بالمطار وبيحمل حاله وبفل. هذا الأسطول لكل اللبنانيين مش بس لفئة معينة من اللبنانيين. هو قصدك تقول أنه يعني إسرائيل عدو لكل حدا بهي المنطقة. إسرائيل في شغلة واحدة ما ساعدتها، ساعدت هالشغلة بموضوع الإبادات، ساعدت الأمريكي ما ساعدت الإسرائيلي. الأمريكي وقت اللي راح على أمريكا أباد الهنود الحمر، ما عاد في حدا يسأل عن هاي الأرض. مشكلة الإسرائيلي هون أنه ارتباط الشعب الفلسطيني من ناحية العروبة بالمحيط العربي ومن ناحية الدين بالمحيط الإسلامي وحتى من ناحية الكرامة والأخلاق بكل المحيط اللي بالمنطقة عنا، لأنه المطران كابوجي مطران مسيحي، ما مش هو منه مسلم. وإذا في حدا بناقش بموضوع العروبة أو غير العروبة من الإخوان المسيحيين هي مش هيك المسألة. نعم.
فإذا إسرائيل مشكلتها مشكلة مع موضوع فلسطين. برجع بكرر، بعد 2000 أمريكا ليست أمريكا وإسرائيل ليست إسرائيل. بدنا نكفي مع الأستاذ حسين بالمعلومات، مش بس بالتحليل، بموضوع هوكشتاين، زيارته للبنان، شو كان حامل، شيء جديد الملف اللبناني أو الواقع اللبناني اليوم كيف سيتغير في ظل هذه المتغيرات. وكمان قبل ما نفوت على هذا الموضوع بدنا نحكي حكينا بموضوع اليمن، ولكن ما هو الواقع الذي أرساه اليمن اليوم بهذه المقاومة اللي قام فيها على جبهته؟ بعد هذا الفاصل الأخير مشاهدينا بهالحلقة، خليكم معنا. نكمل معكم بالقسم الأخير من نبض بيروت مع الدكتور وسام ياسين الباحث والكاتب السياسي. أهلا وسهلا فيك دكتور، والصحافي الزميل حسين شعيتو. أستاذ حسين، يعني بموضوع لبنان، ما هي حصة لبنان من التسوية المرتقبة بهذه المنطقة، وكيف ستنتهي بالأصل هذه الحرب في غزة، وكيف ستنعكس على لبنان؟ نعم، بداية بالملف المحلي وكل التحليلات والنقاشات والحلقات والمقالات يلي طلعت عن هوكشتاين، هختصر لك إياها بجزء كبير معلومة وشوية هيك إطراء شخصي. هوكشتاين إجا على بيروت بالوقت يلي راح بلينكن على تل أبيب. بلينكن ما قدر ينتزع شيء من نتنياهو خصه بالتسوية وإيقاف الحرب، لأنه نتنياهو بيعرف أنه عمره بالسياسة وعمره بالحياة السياسية من عمر هي الحرب. بنفس الوقت هوكشتاين أخذ المفيد من الوسطاء ومن الطرف اللبناني بعد الموقف المتقدم لرئيس الحكومة كمان، وقبله من حزب الله، بأنه قبل ما تناقش جبهة الجنوب تحت أي تهديد، تحت أي حرب، تحت أي شن حملات، تحت أي هجومات إسرائيلية، توقف هذه الحرب أو جبهة الجنوب بتوقف، مثل ما بتوقف جبهة اليمن، مثل ما بتوقف جبهة العراق، لما تروحوا توقفوا الحرب على غزة نقطة انتهى. أكتر من هيك ما أخذ معه. التهديد يلي حمله أخذ جواب عليه أنه هو مثل قلته، لأنه صار من أول الحرب من 100 يوم، أنه من 8 أكتوبر وصلت هذه الرسائل عبر موفدين، وهلأ ما أعطت نتيجة، ما أعطت قيمتها يعني نهائيا. وقفوا الحرب على غزة تضمنوا أمن وسلام المنطقة، بتغطوا الإسرائيلي بحرب الإبادة يلي عم يعملها بغزة، وبتجوا بتحكوا بأمن وسلام المنطقة، ما بتقطع، ما بيمشي الحال. يعني في تفاوض من قبل حزب الله بعد وقف الحرب على غزة، يعني الحرب على غزة بعدنا بنحكي. بس أما إنه هيدي يحكي بموضوع البيوان وتبديل البيوان بنقاط وكذا، أبدا ما وارد وأبدا ما ذكر، بأكد لك أنا ما ذكر من قبل الجانب الأمريكي، ما ذكر من قبل هوكشتاين أصلا. البيوان في 13 نقطة متنازع عليهم للسيادة اللبنانية، نحكي فيهم بعد إيقاف الحرب على غزة. البيوان البيوان إنه في ناس صار تطلع لبنان وتقول إنه البيوان لا، إنه حيصير عليها تسوية وتبادل وكذا. لا، مش مزبوط، ما إنه مزبوط، وأنا بأكد لك إنه ما يعني رح يضل في نقاط عالقة. كان حتى الموضوع الأساسي هو إيقاف الحرب على غزة لتوقف هاي العمليات، إذا أنتوا فعلا جدين بالسلام بالمنطقة وضمان أمن المنطقة، ما تغضوا طرف عن اللي عم بيصير بغزة وعن الإبادة الجماعية وعن طمس الهوية الفلسطينية اللي عم بيحاولوا يعملوه، تجوا تفاوضونا بالسلام. لكن شو معلوماتك إنه رح يرجع هوكشتاين بهيدا الهدف تحديدا، ويقال بأنه هو سيستلم الملف الرئاسي والأمني وما هلا ملف الرئاسي والأمني؟ قادر اللبناني أنه يفصلوا عن موضوع اللي عم بيصير بغزة، هو قادر، ولكن من الواضح أنه كل الأطراف منتظر التسوية الشاملة الكبرى. هيدا صار واضح، يعني في ناس تنطر عطول الغمزة، يعني فينا في وما ناس بدنا طريقة فينا بالمناسبة بالضبط مثل ما ختم الدكتور قبل الفاصل. يعني في ناس بتجي بتاخد الجانب يعني اللي هو مش مظبوط من الحرب اللي هي مساندة جبهة المساندة لغزة، أو من حرب الدفاع بالجبهة الجنوبية عن نقاطنا وعن سيادتنا بلبنان. لذلك هيدي البشر، هيدا النوع من البشر يلي نحن موجود عنا بالداخل، يعني منه مطلوب، يعني حقيقة يعني أوقات من حرقة وأوقات من استهجان ومن استغراب، خي ما تاخد موقف، ما تأيد،
ما تكون بالصف، ما تكون ذات موقف موحد، بس ما تكون ذات نفس إسرائيلي أكثر من الإسرائيلي نفسه. ما قبل ما تصرح بالنفس الإسرائيلي تابع جماعة شو عم بيقولوا، تابع صحفهم، تابع وسائل إعلامهم قبل ما تيجي تصرح علي، وقبل ما تيجي يعني تنتقدني بقوة وبطريقة غير منطقية نهائيا. بس إطراء صغير بعد، لأنه ضروري جدا بالنسبة للي عم الحملة هذه اللي عم تخاض على وسائل التواصل اللي هي أكبر سلاح اليوم، حرب التواصل بالعالم، اللي بيطلع كمان بيوجه للجمهور تبع هيدا المقاومة أو للمؤيدين تبع هيدا المقاومة بأنه والله نحن كمان بنحب لكم الحياة، مش لازم تضلوا بس أنتوا عم تموتوا. خيي مين قال لك؟ ما هيدا الجمهور أهل الحياة، طول بالك، أحسن مدارس وأحسن جامعات، اطلبوا لوائح الشرف بالـAU بالـAUB وبالمجامع وبالجامعات المتقدمة، اطلبوا لوائح الشرف، شوفوا مين هن، مين جمهور مين هيدول المتفوقين. شوفوا الشهيد جهاد مغنية بالـAU شو كان عامل، شوفوا الشهيد قاسم شمخة مين عائلته ومين أهله وخيه مين وبأي نقطة بالعالم موجود. اطلبوا كل الشركات العالمية حول كل الكرة الأرضية، يعني أبرم الكرة الأرضية وحط إصبعك، الدولة اللي بتطلع روح شوف أنجح شركة من دايرة. على كل حال يعني في يعني المقاومة فرق الهندسة غير هيك كليا. أنا عم بحكي على الجمهور مش على المقاومة. أنا عم بحكي على الجمهور. شوفوا وسائل يعني وسائل السفر، حجوزات، مكاتب الحجوزات عندنا نقابة، أماكن السياحة بالعالم. حبيب قلبي نحن منيجي من السياحة، منيجي من تايلاند ومن هيدي المناطق يلي انت حابب لنا اياها، ومنيجي من الجامعة اللي متفوقين فيها اللي هي من اهم جامعات العالم، ومنحمل البارودة على الجهاد مش على الموت، لانه اختيار الشهادة مقابل العيش بذل او بهوان طبعا هو افضل، لانه نحن منريد الحياة الحلوة والسياحة والتفوق والانجازات، ولكن من ريدها أيضا قبل كل شيء بشرف وبعزة وبكرامة وبظلم مرفوع، ولا حدا يتحكم بمصيرنا، ولا حدا يتحكم بمصيرنا. فعمل معروف هيدا الحنية اللي عندك خليها على جنب، هيدا الجمهور بيعرف منيح، وبإمكانك تجيب الإحصاءات، هيدا جزء من اللي اعطيتك يا أنا بعد. والقائمة تطول وتطول، وبكفي الأصوات بالانتخابات، يعني ما بعرف يعني بالكتيلات النيابية اللي أنت بتبرم بيناتها وبتحكي هيدا حبيبي، هيدا الجمهور جايب أكبر كتلة برلمانية بلبنان، وهيدا الجمهور بيجي الغربة بفاوض القوي، بيجي بفاوضه إله. هون بيحكيك عن التبعية وبيحكيك أنه ما في حرية رأي، مش بس سامي جميل، مش بس سامي جميل، في رسائل فؤاد الصنيورة إلى إسرائيل، هيدا بتنعمل كتاب محبة. هلا خلينا نسمع رأي دكتور العرب يمد الدنيا بالسلام بعزها الإبادة، ولو في فئة دكتور يعني بلبنان موجودة، فئة كبيرة من الناس تعتبر أنه اليوم يعني مش حديثنا ثقافة الموت والحياة، ولكن ربما هي جوهر اليوم هذا الانقسام، مثل ما هو يعني وجهة نظر هذه الفئة اللي بتقول أنه لا نحن بدنا الحياة والمستقبل. شو تعرف الحياة بالنسبة إذا تعرف واحد. الحياة الواحد يعيش ومذلول ففي مشكلة المصطلح ويتحكموا بمصيره دكتور. إذا تعرف الحياة انك تعيش بكرامه ومحترم، بصير انك تموت من اجل هاي العيشه هو الحياه بحد ذاتها. يعني وقت اللي كانت اسرائيل واصله لبيروت ولا صيدا انسحبت لشرق صيدا، المقاومين هود اللي استشهدوا بكل هالفتره، بكل هالفتره هو استشهدوا لحتى شعب باكمله يعيش. هن اشكاليتهم انه عم بيصوبوا، هن اشكاليتهم من جزئين. الجزء الأول أنه هن وقت اللي بيكونوا حريصين ما بيكونوا حريصين بالهجوم على العدو قد ما بيكونوا حريصين بالخطاب اللي بيقدموه على أنه هو قلب على الـ على الـ على الـ على اللبنانيين اللي عم بيقاتلوا. هي نقطة. النقطة الثانية، نحن ما منشوفهم بكل المفاصل وقت اللي فعليا الإسرائيلي بيكون عم بيتغطرس وعم بيعربد و إلى آخره. هول جماعة أهل الحياة اللي عم يحكي عنهم اللي ذكرتوه من شوي، هول جماعة أساسا وقت اللي كانوا عم بيحرروا كانوا عم يدفعوا الفاتورة لحالهم. وراح أعطي مثلا، وقت اللي تحرر الجنوب
تحررت دبلو عين قبل، وتحررت راشية وحاصبية، وتحرر شو كمان؟ وتحررت بنت جبال ومارون الراس، وتحرر العرقوب بكل ألوانه اللي حتى لي ما نحكي لغة مش حلوة. نعم صح؟ بس اللي كان عم يدفع فعليا كل هالفترة الفاتورة، لنكون منصفين، الفاتورة الأكبر هني هول اللي عم يحكي عنهم، هول اللي حرروا كل قرى الجنوب بكل ألوانها، هو رجعوا جزء كبير وغالي وعزيز للوطن بكل ما يعنيه من حركة اقتصادية، من أراضي جديدة، من سياحة، من 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 هول الجزء اللي كان محتل بجنوب وقت اللي رجع للبنان، مش رجعت الدولة تاخد ضرائب، مش رجعت السياحة تنتعش، مش رجع اللبناني يعيش بأمان، مش أمن انتشار أكبر للسكان وخفف الضغط عن بيروت وبالتالي نزل من قيمة الفاتورة السكنية للي مضطر كان ينزل على بيروت، هو كلهم مش صاروا، هذا جزء بس بيقول في فاتورة دم كبيرة يعني حتى داعش اليوم. وقت اللي اجت داعش هجمت على المنطقة وعم تفجر وتقتل وتسبي وتغتصب من العراق لسوريا لكل هاي المنطقة، وكانوا قايلين جايين على لبنان، هذا الطرف لحاله دفع الفاتورة. وقت اللي فجرت داعش ما فجرت بس ببيروت، فجرت بالقاع، بتعرف شو يعني القاع صح؟ وفجرت بكتير أماكن، بس اللي دفعوا الفاتورة هني هون ناس لحالهم وعقلبهم مثل العسل، ما عندهم مشكلة بدون مالية ولا طلب. وقت اللي حرروا بالألفان طلع سمحت السيد حسن نصر الله قال هذا تحرير لكل اللبنانيين وهذا انجاز لكل اللبنانيين. هون بيطلعوا بيقولوا لك التفرد بالسلاح والتفرد بالقرار، ومش مطلوب منك لحالك التفرد بالسلاح، وخلينا استراتيجية دفاعية لتكون كلنا بس يعني مخالطين بهيدي المقاومة، التفرد بالمقاومة، لانه ما لقوا حدا يقاتل حدهم، لقوا حالهم لحالهم بالمقاومة، مش التفرد بس، كل العالم مع سلاح، بس اللي حمل سلاح وقاتل بالجنوب هن فئة معينة. كل العالم عايش بلبنان، وكل العالم وقت اللي بيصير هجوم على لبنان كل العالم رح تدفع الفاتورة، سواء من الإسرائيلي من الجنوب أو من التكفيرة من الشرق، صح ولا لا؟ الوحيدين اللي استخدموا سلاحهم هني هو العالم اللي عم يحكي عنهم ثقافة الحياة، هو اللي ضمنوا الحياة لأهل الجنوب بالمناطق المحررة، هو اللي ضمنوا الحياة لكل اللبنانيين، لأنه لو داعش اللي كان عم يشق له قلبه للعسكري السوري ويأكله قدام الكاميرا، هلا يوصلوا لعنا على لبنان ما رح يميزوا لا عم مسيحي، ولا رح يميزوا كتائب، ولا رح يميزوا مسلم شيعي درزي حركة أمل، ما رح يميزوا حدا بالمرة أساسا، هو حتى السنة ما بيحيدوهن، هو جماعة تكفيريين عقلية مقفلة رح يجوا يقتلوا كل هالناس. أنا مش زنبي، مش زنبي كلبناني عايش بالجنوب أو هول الجماعة اللي راحوا حملوا سلاح، أنه زنبهم أنه نشافوا الخطر قبل غيرهم، زنبهم أنه نضحوا أكثر من غيرهم، ذنبهم أنه نعرضوا حياتهم للخطر ليجي واحد قاعد كل عمره بكفية بيأكل بمعلقة الذهب يحط وينظر عليهم. أنا رح أعطيكي مثل صغير، كنت أنا وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم من يومين بيو كان رئيس بلدية، حكى لي قصة، قال لي عم بحكي مش كنت صغير، كمشت الجريدة الرسمية لقيت قرار من الجريدة الرسمية تعطى بلديات لبنان الجنوبي يمكن 1,000,000 ليرة، وتعطى بلدية بكفية 1,000,000 ليرة، هذا التوازن. طيب ثقافة الحياة ما كانت موجودة عندكم بوقتها، بس كنتوا أنتوا ماسكين السلطة وماسكين المال وماسكين الدولة وماسكين السلاح، وقت اللي كنتوا أنتوا ماسكين السلاح شفنا 17 أيار، وقت اللي هودي مسكوا السلاح شفنا 25 أيار، وقت اللي هو مسكوا السلاح شفنا تحرير الجرود، مظبوط ولا لا؟ على كل حال مش دائما الشعارات هي التي تصدق، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وراء الغرب وأوروبا يحملون يعني لواء حقوق الإنسان، وشفناهم شفنا أدائهم بالحرب على غزة. بدي أسألك أستاذ حسين، بالحرب على غزة أعلن الجيش الاحتلال أنه هو ذهب إلى المرحلة الثالثة، ماذا يعني هذا الكلام وإلى أين تتجه الأمور؟ معنا 4 دقائق بدنا نقسمها بينك وبين الدكتور. بشكل سريع، أول شيء العدو الإسرائيلي انتقل من المرحلة الأولى للثانية دون تحقيق أهداف أو أي هدف من المرحلة الأولى، وهلأ عم ينتقل للثالثة دون تحقيق أهداف الأولى والثانية أصلا، لا سحق حماس، لا اعتقل قيادة حماس، لا اغتال قيادة حماس، لا وصل للأسرة، لا حرر الأسرة، ولا عمل شيء، ضرب وحدات سكنية ومدنية ومدنيين، استفحل باستهداف
وبالمجازر وبضرب المرافق الحيوية والمستشفيات، وهلأ عم يعلن أنه هو عم يعمل الانتقال إلى المرحلة الثالثة للوقوف ببعض النقاط، ولكن فعليا بالكواليس ووراء هذا التصرف هو الانتقال للمرحلة الثالثة من دون تحقيق أي هدف بالأولى والثانية. هل يعني هذا أنه هو تدرج بالمرحلة العسكرية بشكل ناجح؟ هذا بالإعلام لما يعني هو أنه يعني بالسياسي بيعني أنه ألوية النخب يلي كانت بغزة والآليات والفاتورة الباهظة يلي دفعها جيش الاحتلال الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي بداخل غزة لا تعد تطاق بدون أي هدف بعد 3 أشهر، لم تعد تطاق الخسائر البشرية والخسائر التجهيزية وكلفة الحرب من آليات ومن مختلف الدبابات والعتاد والجنود والضباط دون أي إنجاز لم تعد تطاق. شو المخرج اليوم للإسرائيلي من غزة خصوصا بألوية النخبة؟ هزئت ألوية النخبة بالداخل الإسرائيلي، وفعليا للي كان عم بيقول أنه الجيش الإسرائيلي اللي صرح أنه عم ينقل هيدي الوحدات لشمال لبنان لحتى يخوف أو يطمن شعبه أنه هو جاي على الحرب هون، هيدا كذب مش مظبوط. في استخبارات أمريكية انتشرت ببعض الصحف بتفرجي أنه عم ينقلها على الضفة لحتى يحاول يصطدم، لأنه عنده معلومات الإسرائيلي عن انتفاضة من الضفة الغربية ستشتعل قريبا، أو هجوم يساند غزة سيحدث قريبا، صارت هناك هيدي الوحدات أغلبها حسب ما نشروا الأمريكان. الأيام القليلة الجاية كفيلة إنها تفرجينا. أما المخرج الإسرائيلي من وحول غزة هو إنه ينحط حد لنتنياهو وحكومته المتطرفة يلي عم يحكمه، إذا فعلا الأمريكي بده يلقي الخسارة، بده يستوعب الخسارة، لأنه حرب شاملة وإقليمية ما حتولع. مخطئ من يطمئن 100%، مخطئ من يطمئن، لأنه الميدان كل يوم له تغيراته، ولكن بالواضح أنه الحرب ظروفها تحضرت بأكثر من مناسبة من 3 أشهر وما أقدموا عليها. لا أعتقد بأنه اليوم راح تروح، لذلك إذا بده يتلقف هيدي الخسائر بدون حرب شاملة صار لازم ينوضع حد لهيدي الحكومة المتطرفة بأي سيناريو، وأمريكا أم الإخراج. عندهم هوليوود كمان 100%. دكتور، شو هو السيناريو الأكثر ترجيحاً برأيك؟ أنا بس على السريع بدي عندي تعليق على موضوع هالمراحل اللي عم بمرحلة الإسرائيلي، أنه عم بيقول المرحلة الثالثة، ما فيش اسمه مرحلة الثالثة. إذا بدنا نقول هو مرحلة الثالثة من الفشل الإسرائيلي. أول مرحلة كانت هو أنه بقي أكثر من 20 يوم تقريباً عبواب غزة ما قدر يفوت، 20 يوم أخذت معه لأخذ قرار الدخول لغزة، هي مرحلة الخوف من الدخول بغزة. المرحلة الثانية هي كانت مرحلة المجازر، ومتى ما انتهت مرحلة المجازر بالفلسطينيين فاتوا هن على قلب غزة، صارت مرحلة المجازر فعليا بالإسرائيليين. اللي صار هلأ هو تقهقر وانسحاب إسرائيلي من غزة نتيجة فشل وفاتورة عالية، فضل من بعدها أنه ينسحب لحول غزة. وأكبر شاهد على أنه فشل بهذا الموضوع امبارح هن وعم ينسحبوا طلع 50 صاروخ، وفيكم تشوفوا بالإعلام طلع 50 صاروخ من بيت حنون، يعني أقصى شمال غزة، مش شمال غزة، أقصى شمال غزة. تفشي يعني 50 صاروخ بدهم يطلعوا دفعة واحدة من أماكن متفرقة بغزة، من أنفاق، من مش عارف شو إلى آخره. هذا بحد ذاته هالصلية الصاروخية من 50 أعلنت الفشل القادم للإسرائيليين. هلأ باختصار شديد باختصار هلأ كيف تنتهي؟ واضح أنه هلأ الأمور لهلأ مفتوحة، لأنه لا نتنياهو رح يوقف، لأنه من باللحظة اللي بتوقف فيها باللحظة اللي بتوقف فيها غزة الحرب بغزة هو رايح على يا السجن يا القتل. بالمقابل المقاومة الفلسطينية واضح أنه فات عمل كل هالعمل وبيطلع من شمال غزة 50 صاروخ، يعني هو أخفق لحد هلأ. بختم لأقول أنه تاريخيا بكل حركة الصراع من بعد 2000 لهلأ شغلتين
خلي عيننا عليهم، هن اللي بينهوا أي حرب ما بين حركة مقاومة وإسرائيلي سواء بلبنان أو بفلسطين. صمود المقاومة على الأرض والمقاومة صامدة ولن تتراجع، وهذا أكبر شاهد. نعم. تفكك الجبهة الداخلية من المقلب الآخر، هذا بلشنا نشوف تبشيره بالقيادة السياسية وبالمظاهرات على الأرض. خلوا عينكم على الداخل الإسرائيلي. بدي أتشكرك دكتور. قبل ما تختمي بس حاليا على الحدود، بما أنه كنا بالوضع الإقليمي والدولي، بمحافظة زهدان بإيران، بمحافظة زهدان بإيران على الحدود الباكستانية والأفغانستانية، تم اغتيال قائد بالحرس الثوري منذ دقائق أيضا، وهو يعني برتبة السيد راضي يلي استهدف بسوريا بباكستان على الحدود بمحافظة زهدان الإيرانية على الحدود بين باكستان وأفغانستان وإيران. يعني هيدا كمان رح نشوف تصعيد وحدة جديد. عملاء هجمت، صار اشتباك واستشهد القائد بالحرس الثوري منذ دقائق. فكمان هيدا اتباع متابعة بسلسلة الاغتيالات يلي عم تحاول عم بحاول العدو الإسرائيلي يتابع فيها. يعني هاي الاغتيالات ما بتودي كمان لأشعال، هي سلاح الاغتيالات هو بعد الإفلاس، يعني رسم صورة نصر واضحة صارت، يعني وهو مصرح عن هيدا الشيء، اللي ما بيقدر يواجه بيروح بيغتال 100%. بدي أتشكركم دكتور وسام ياسين الكاتب والباحث السياسي وزميل الأستاذ حسين شعيطو على حضوركم لبرنامج نبض بيروت. شكرا لكم مشاهدينا، شكرا الأخير لكم، إلى اللقاء.